زين خليتوني نهضر سينو نخرج. معلش 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 اليوم اليوم قام حابين يهضروا ملا انا تاني ما نزيدش نهضر خليهم يهضروا وحدهم وخلاص اسيدي تفضل لي راسي بلوكيوني وخلوني نروح تفضلوا اليوم الحماس قام حابين يهضروا طيب رجع الماكسيم تاعك الاولى كاع اللي الدرس هذا ولا اي صونات ورحنا معليش نعاود نعاود يلا نعاود خليها تفضل. على انا تاني طحت في سيتكم عنده قال 2 زون هكذايا رحت باش نتورني نفس الشيء مع اللي قالته آية ونتايا وتانيك عبد الله. دخلت باش ندير تورناجي تو قعدت فيه 4 موا ولا 5 موا من الصيف وانا نضرب عليه حتى للشتاء. لعبت فيه ومن بعد تجي ممثلات كبيره على جال حاجه صغيره قالت لي زعما اسمعي لي نوما سيناريست هو يقول لك واش تخدمي واش ديري يعاونك فهمتني. على جال حاجه صغيره انا جو بنيتي قلت لها ما عجبتنيش هذيك ليدي تاع بكري جوغ جام بيان نتبع سيناريست نشعت فيا ايماجين نحاوني مع هذاك سيتكم. شكون هي؟ ماشي لازم نقول شكون هي. خلي تقولي نورمال. لا ما نقولش نخلوها كبيره كبيره بزاف ولا صغيره؟ وي كبيره خليها كبيره فوالا خليها تهضر تفضلي. نحاتني مع هذاك سيتكم حتى لحقت انه تجيب طفله واحده اخرى دير الدور ديالها وخرج المسلسل وي خرج فات في رمضان ياك هي كانت البطله الرئيسيه عامين يا اخي انا عرفت عنده عامين الله يبارك كانت هي البطله صاحبة فيزياء هي صاحبة صاحبة مفيدة على بالي قهدري خليها يحيى يحيى كل واحد حر كل واحد حر في كلامه حبت هذا لا ما تسيفش عليها ما تسيفش عليها هي ذكرتي اسم درك ها جت في بالي الكثير من الاسماء تحيه كبيره جدا فيزياء يلا خلينا خلينا صاحبة مفيدة قلت يلا رميسة لا 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 جيت نقول مفيدة قلت فيزياء